اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اسرار شرق اوسطية. تطوران هامان وعملية خاصة في شرق المتوسط. اول هذه الشروط بالنسبة للعملية الخاصة ان هناك رغبة اكيدة من البحرية الفرنسية والتركية لاول مرة واليونانية من الخلف عبر تأمين شامل لمساعدة رومانيا. تذكروا هذا لأن رومانيا يعتقد وبعد تسريب خاص من بيسكوف من مكتب بيسكوف توصل به البنتاغون على وجه التحديد وكان موجها من الرئيس وحاملا بعض التقديرات حول مستقبل الوضع بعد ما سمي بالإجراء التركي الصارم بخصوص 3 سفن أراد الروس إدخالها إلى البحر الأسود، فكان من الضروري تحريك البند 19 بخصوص مونترو، هذه الاتفاقية 1936 والتي تمنع إجراءات محددة خصوصا وأن روسيا. يؤكد الأتراك أن ما استدعته من أسطولها لا علاقة له بالبحر الأسود أو بأسطول البحر الأسود، بمعنى أنه ينتمي إلى أساطيل أخرى من خارج البحر الأسود. فالأمر اليوم أن العملية الخاصة التي يشارك فيها كل من الفرنسي من دون بقرار من دون شارل ديغول، هذا هو التطور الأول. التطور الثاني تحرك ترومان الأمريكية من بحر الأدرياتيكي من جنوب الأدرياتيكي باتجاه بحر إيجا. إذا الأمر هنا السيطرة الكاملة التركية على بحر إيجا، إقفال البوسفور في وجه روسيا والتحكم في كل الأساطيل والسفن الآن يتحكم فيها الأتراك بشكل كامل بعد تحريك البند 19 من مونترو. إذن هذه قوة تركيا في المضايق، وهذا الذي أزعج كثيرا الروس وأزعج الفرنسيين أيضا. والأمر الآن هو بالطيران، فمحاولة ضم طيران وأيضا ما سمي بالربط الذي أنجز من بين اليونان ورومانيا، كل هذا من أجل دعم فرنسي باتجاه رومانيا، وهذا لمنع الهجوم الذي يمكن أن يكون في رومانيا. إذن كل استراتيجية روسية في البحر الأسود تستتبع تماما رومانيا، وهذا هو التطور الاستثنائي الذي يعمل عليه الآن الفرنسي. والفرنسي أكد أن كل بحريته من دون شارل ديغول ستشارك في هذه العملية، فيما أن هناك ترومان التي تحركت أيضا إلى جنوب بحر إيجا من أجل أهم شيء محاصرة الوضع مع إقفال الطرق باتجاه روسيا. إذن هذا هو الوضع الاستثنائي الذي نراه اليوم. أما بالنسبة لليونان فقد قامت بإجراء استثنائي ضد روسيا لسبب رئيس، لأن بالنسبة إليها لو ذهبت مع روسيا لتركت لتركيا كل البحر إيجا، ولا بد وأمام الحضور الفرنسي من احتواء الموقف، ولذلك عملت على نوطان أساسا ل 586/22، وفي هذه المنطقة التي توضحها الخارطة. هذا يعني أن هذا هو رأس الحرب في مواجهة أولا استناف وغيرها هذه السفن التي منعها الأتراك، لأن أهم ما يريده الآن الروس هو إدخال استناف من شرق البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأسود من أجل إنجاز العملية الثانية ضد رومانيا، أو على الأقل تهديدها أو إقفال ملفها. وبالتالي فإن استناف عندما لم تدخل أربكت الخطة الروسية من جهة، وأيضا بالنسبة لتركيا فقد سيطرت على المضايق من جهة،
وأيضا على بحر إيجا، فلا وجود لأي تهديد الآن ولو من ألكسندروبوليس نفسها. وعندما تحركت ترومان في جنوب شرق المتوسط وجدنا أن الأمر يتعلق بجنوب إيجا كما ظهر، ولكن لدعم تركيا. وهنا نطرح سؤالا، أي مصير اليوم خصوصا أمام العملية الخاصة التركية التي اعتبرها بوتين بأنها هي الأشد خطورة، ولو أن الأمر اليوم يذهب باتجاه أن البيرقدار أعلن وزير الدفاع الأوكراني بتوصلها في هذا اليوم، يعني هذا اليوم الثالث من مارس، كان هناك تدخل بشكل مباشر للبيرقدار الجديدة التي تسلمها الأوكرانيون. إذا نجحت الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا في إيصال البيرقدار إلى زيلينسكي، إلى مناطق عدة أساسا، وأهم من كل ذلك أنها ضربت بشكل قاس جدا 25 كيلومتر لهذا المسمى بقافلة، هذه القافلة التي تحدثنا عنها على الأقل 17,000 جندي، يمكن أن يكون قد سقط ما بين 300 و400 عبر البيرقدار، لأن أول هجوم يقصد منه تماما الأوكرانيون الوصول إلى خسائر في الجنود، يعني رفع الفاتورة. الأمر يتعلق برفع الفاتورة، لأن رفع الفاتورة هو الوحيد الذي يمنع من مواصلة الحرب. نتحدث عن 2000 كما ذكرهما تماما الروس، رغم أن جزءا من هؤلاء الجرحى يذهبون إلى بيلاروسيا، وقال بالحرف المعالجين في روسيا، لمن راجع المعالجين في روسيا من الجرحى، يعني أنه لا يعد الذين هم في بيلاروسيا أو في مناطق أخرى. على أي، المهم في كل هذه العملية اليوم أن هناك البيرقدار التي توصل بها زيلينسكي اليوم، واليوم كان هناك شروط لعملية خاصة باتجاه رومانيا قادتها أمريكا تركيا، ثم من بعد رأينا فرنسا رومانيا، واليونان التحقت بهذه العملية، عملية مدروسة شديدة الوضوح بالنسبة دائما للقول بالنسبة لتركيا أن ما اشترته الآن أوكرانيا هو ضمن الاتفاقية الناجزة قبل الحرب، وبالتالي فإن هذه الشراكة تصل إلى 452 بيرقدار، ولم تستهلك منهم أوكرانيا إلى حدود هذه اللحظة سوى حوالي 33. إذا نحن نتحدث عن 6 و12 و18 و24، وهكذا فالتطورات الجديدة تمنحنا معرفة بما سيكون عليه الحال. إذا أول شرط بالنسبة لتركيا في مواجهة روسيا، وجدنا البيرقدار التي توصل بها حسب وزير الدفاع الأوكراني وبشكل صريح وفي مؤتمر صحفي بأن البيرقدار الجديدة دخلت الميدان. إذن هذه الأولى. المسألة الثانية أن هناك عملية ضد رومانيا، وفي الحالة الأولى يبرر الأتراك بأن ما بيع لأوكرانيا فأصبحت أوكرانية، ولا يتحمل الأتراك أدنى مسؤولية في المسألة، فلا يمكن للار بي جي التي لدى الأكراد مثلا أن نعتبرها أنها روسية وأن روسيا هي وراء كل ما يجري، لا يمكن هذا. لذلك فلا يمكن عد هذا الأمر على حساب تركيا. فالمسألة بالنسبة للسلاح كلام تاني. إذن هذه هي المسألة الأساسية الأولى. المسألة الثانية أن حماية رومانيا باتفاق هذا ضروري، وهذا تنافس فرنسي تركي بالأساس، لأن هناك كل البحرية في بحر الأبيض المتوسط من غير شارل ديغول
مع رومانيا في تمارين ومناورات ودعم. أيضا الأتراك في علاقتهم برومانيا ولكن من خلفها الولايات المتحدة الأمريكية. إذا هذا هو الحال. على العموم إن التدقيق بخصوص ما يجري سنرى أن تركيا تتورط جزئيا في هذه العملية من البيرقدار بحزمة جديدة، ثانيا بالمجاري الجوي الروماني، ثالثا تزويد، وهنا هذا لأسرار شرق أوسطية. رومانيا هي التي أخذت أكبر نصيب من البيرقدار التركي، وهذا سيكون له دور فعال، وهذا الذي توصلت به المخابرات الروسية واليونانية والأمريكية بأن الصفقة تمت باتجاه رومانيا. إذن البيرقدار في أوكرانيا، في رومانيا مناورات أمريكية تركية رومانية فرنسية رومانية، ومن خلفها أيضا وبدعم من اليونان نتيجة حضور فرنسا. إذن هذا هو الوضع الذي شك كان صعوبة كبيرة في الوقت الذي يربح الأتراك أمرين: أولا التحكم في حركة السفن الحربية من جهة، وثاني مسألة السيطرة والهيمنة الكاملة على بحر إيجا. وهكذا فالأتراك يربحون على العموم، ويتخوف دائما الروسي من هذه الشرعية التي وصلت بالأتراك لأول مرة في حرب القرم، ومن بعدها مباشرة حريق موسكو، وهذا يتذكره جيدا من يقرأ التاريخ. لذلك فالسلاطين العثمانيين من الصعب جدا بالنسبة للروسية أن تقبل حركة الأتراك، ولكن الأتراك اليوم يتحركون بنفس الطريقة التي يتعاطى بها، أي بانتقائية وبغيرها لخدمة مصالحها، يعني أن تركيا تخدم مصالحها كما ترغب روسيا في خدمة مصالحها ولو بالنووي. إذن فرض هذه الخارطة العسكرية صعب على تركيا، ولأنها خرجت عن أوكرانيا، المسألة خرجت عن أوكرانيا إلى البحار، إلى البلطيق، إلى غيره، إذن إلى البحار الثلاثة، وهذا ناقشناه في فيديو سالف. إذن نحن نتحدث اليوم عن البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط، وتريد تركيا أن تمنع أي رسم لبوتين الذي سيطر على بحر الشمال وعلى البلطيق وعلى البحور الثلاث كلها، في الشمال كلها حسمت إلى جانب البحر الأسود. إذن البحر الأسود الآن لا يمكن ترسيم جنوبه، ولا يمكن بأي حال الوصول إلى الأبيض المتوسط، فهذا شأن يمس بشكل مباشر تركيا. إذن تركيا في عملية خاصة ضد روسيا، هذا الذي جعل من المخابرات الروسية تجعل تركيا على رأس أولويات أي حركة قادمة بالنسبة إليها. لقد دخلت تركيا الحرب على الأقل حسب المخابرات الروسية. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.